السلام عليكم. السلام ورحمة الله. دور الشريف بخير. الله يحفظك. نقول لك شيء. إن شاء الله. والله. نقول لكم واحد الريبورتاج من على المدينة. ألو السلام الحمد لله يبارك فيك. نجي نعيط ان شاء الله، نجي للدار نعيط. شكرا. ماني مشي مشي مرة. سير عند باطرون يقول معاك. واخا. ولا عندي غراض ما كاينش الضو. مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشرة معكم من منطقة بوسكورة. يعني وقفنا على واحد الرحبة صغيرة في الغنم، قرب المواطنين الثمن في الغنم وسبب الغلاء ديال الغنم. فين فين؟ تمام، بخير هاني الله يحفظك. كنت نسولك على الثمن شحال واصل؟ معنا احد الكسابه اللي غادي يحكي لنا التفاصيل. هذا مبيوع شحال وصل الغنم وشحال؟ حكي لنا وصل المواطنين الثمن ديال كاين الثمن شحال؟ من 40 ل 5000 درهم. من 40 ل 5000 درهم. واش هو السبب اللي خلى الغنم غدا كتغلى؟ العلف، كلشي كيقول هذاك المال. ارخص حولي هنا شحال؟ كاين 86 84. رد رد هذا ديالو 86 هذا 92 وبيع ديالو 86. القناة ديالها شوف فيها. شفتي فيها؟ شفتي فيها. يبارك فيك. ان شاء الله كل شيء غيعيط، اللي عنده غيعيط، اللي ما عندوش غيعيط. انا غادي يبغى يطيحوا في الثمن. لا دابا على حساب الثمن دابا كاين حوالي ثاني 1500. كاين. 600 درهم. كاين. كاين موجودة. المشاهدين الكرام كما كتلاحظوا سبب غلاء الغنم هو العلف، يعني كاين من 2000 درهم حتى 5000 درهم. نشوفوا الكرام مباشرة معكم من منطقة بوسكورة، هاد الرحلة صغيرة كيتباعوا فيها الغنم. هذا اللي امامكم كان طالب فيه 92 دابا طالب فيه 86. مش
المشاهدين الكرام، إلى هنا ينتهي هذا البث وإلى اللقاء.